اهلا اهلا وسهلا بيكم. تعالوا كده شويه كوره بقى، يعني شويه كوره مهمه بتتكلموا فيها كتير، وطبعا رجعنا كويس برضو بعد كاس العالم، رجعنا تاني الى الكوره بتاعتنا والى فرقنا والى موضوعاتنا وقصص اللعيبه، وده عمل ايه وده راح فين وده طلع بونت وده نزل بونت والقصص بتاعت الكوره. طيب الوسط الكروي كله اليومين اللي فاتوا بيتكلم عن ايه؟ عن حقيقة رجوع محمود كهربا لاعب الأهلي للملاعب بعد انتهاء فترة الإيقاف. وزي ما كنا عارفين انه المحكمة الرياضية الدولية والفيفا غرموا اللاعب 2 مليون دولار لصالح الزمالك على غرار قضية هروبه من نادي الزمالك وانتقاله لأحد الأندية البرتغالية، وده قبل طبعا ما يروح الأهلي. يا ترى كهربا هيرجع يلعب؟ ولا لوائح الفيفا هتقول ايه؟ ايه اللي هيحصل بالظبط؟ الحديث الكروي الدائر سواء في الاوساط الكرويه او على لسان كل الجماهير واللي بيتابعوا كره القدم. مداخله كده خلينا نشوف مع خليني نشوف مع استاذ محمد بيومي خير اللوائح بالاتحاد الدولي لكره القدم بتقول ايه. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور. يعني تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. اهلا بيك. طيب دلوقتي عايزين نعرف بقى يعني من البدايه، كهربا راجع ولا مش راجع؟ قولا واحدا، كهربا لن يمارس كره القدم. أيوة. حتى يدفع كامل المبلغ زائد الفوائد. ال 2 مليون والفوائد عليهم. لن يمارس كره القدم مطلقا. لان اللوائح نصت قالت اللاعب موقوف انطل حتى يدفع كامل المبلغ بالفوائد. يعني بنتكلم تقريبا في 70 مليون جنيه مصري تقريبا. يعني انا اعرف ان الانترنت الفايده وصلت تقريبا لحوالي 400,000 دولار، لان الموضوع من سنتين ونص. تمام. لكن انا عاوز اوضح جزئيه مهمه للساده المشاهدين. الاجراءات لما يتم اصدار حكم من محكمه التحكيم الرياضي، وده يبقى حكم نهائي خلاص، هذا هو الاستئناف الاخير في قضايا كره القدم. طب استاذ محمد، اتقال بما انه الست شهور انتهوا انه يقدر يرجع يلعب تاني، هل ده هيمدوه بقى، هيحصل مد بقى ولا ايه؟ لا، بتتجدد الفتره فوريفر للابد. تمام. يعني كهربا موقوف الى الابد حتى يتم دفع المبلغ زائد الفوائد. هنا بعدها يقدر يمارس كرة القدم. طب لو انا خليني اقول لحضرتك الاجراءات، لان دي جزئيه مهمه كتير من الناس اللي بيتكلموا وبيفتم ما يعرفهاش. طب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه قبل الاجراءات؟ لو قرر كده كهربا بكره يقول لك انا هعتزل اللعب، الزمالك ياخد حقه ازاي؟ من الاهلي. من النادي. من الاهلي. من النادي الاهلي. ازاي؟ اللوائح قالت ايه؟ المادة 18 مقرر فقرة 5 قالت يصبح اللاعب وناديه مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي التزامات مالية قد تطرأ نتيجة عملية انتقال اللاعب. النهاردة الأهلي لما خد كهربا من نادي قفش البرتغالي مش كان يعلم أن هذا اللاعب عليه نزاع في عملية انتقاله ولا ما يعرفش؟ يعرف. إذا فالنادي الأهلي مسؤول، واللوائح قالت اللاعب وناديه. يعني نفترض مثلا كهربا ده بكرة اتنقل نادي تاني. النادي الحالي بتاعه، يعني لو اتنقل نادي تاني يصبح النادي ده هو المسؤول عن هذه المبالغ المالية. فإذا اعتذر اللاعب النادي مسؤول عن دفع الغرامه. تمام. لان انت قبل ما تجيب اللاعب، يعني كده القضيه بقت معقده واكثر تعقيد، يعني الدفع ولا معقده ولا حاجه خالص، ده من ابسط ما يمكن. هي الدفع كلمه واحده قلتها لحضرتك. الدفع هيدفع يلعب، ادفع تلعب. ما دفعتش مش هتلعب، اعتزلت الاهلي هيدفع. طب سؤال تاني بقى، يعني من يعني فضل. خليني اقول لحضرتك، انا ما دفعتش وما بلعبش، الوضع ايه؟ وما اعتزلتش،
افضل بقى هيفضل. الى امتى يعني الوضع ما هو انا قلت يمتد لك الى الفيفا امتى؟ اصدر قرار ان كهربا موقوف للابد، فيفضل للابد عليه الفلوس دي ما وتفضل يلعبش والعداد يعد. لغايه طب جه اعتزل، الاهلي هيدفع حق الفيفا وما بيروحش، ويفضل العداد يعد، ويفضل العداد يعد على اللاعب وعلى النادي الاهلي. طيب الى ان ياتي اي جديد. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكره القدم. يعني الدنيا واضحه جدا، يعني لوائح وقوانين ويتم تطبيقها، والى ان يجد جديد في هذه القضيه. اذا كهربا موجود ولكن مش هيقدر يلعب زي ما انتم سمعتوا.